دكتور خالد، يعني في البداية كده، ايه هي تعريف الاضطرابات وانواع الاضطرابات اللي بيعاني منها بعض الرجال واللي ممكن تتسبب في احداث مشاكل أسرية كبيرة؟ بداية ان انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهاردة، وان احنا شكرا. يعني نخاطب السادة المشاهدين في موضوع يعني شوية يعني confidential زي ده، او يعني حساس شوية، ولكن الموضوع مهم جدا وبيأثر على حياة الانسان وعلاقته بزوجته وحياته بشكل عام في المجتمع بشكل قوي جدا. فيعني هنبدأ نتكلم فيه ونحاول نفهم السادة المشاهدين ايه انواع الاختلالات الجنسية اللي ممكن تحصل ما بين الزوجين وازاي نشخصها وازاي نعالجها. انواع المشاكل ديت او الاضطرابات ديت يعني في انواع كتيرة، ولكن احنا ممكن برضو تبسيطا على الناس نقسمها لثلاث انواع كبار. الاختلالات لدى الرجل، الاختلالات الجنسية، ممكن يبقى فيه ضعف في الرغبة الجنسية اصلا، وممكن يبقى فيه ضعف في الانتصاب، وممكن يبقى فيه اختلالات في القذف. هنركز في كلامنا النهاردة على أكثرهم أهمية يعني، وهي ضعف الانتصاب، ولكن بسرعة عايز أشرح الاتنين التانيين. ضعف الرغبة الجنسية معناه إن الرجل ما عندوش أصلا الدافع أو الموتيف إن هو يبدأ علاقة مع زوجته، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا، بالذات لو الزوجة الرغبة الجنسية عندها طبيعية أو أعلى شوية من الطبيعي والزوج ما عندوش الرغبة دي، فتبقى مشكلة كبيرة. النقطة المهمة ان الموضوع ده يمكن علاجه وليه اسباب، يعني غالبا بتبقى يا اما مشكلة نفسية او خلل في الهرمونات بتاعة الرجل، بالذات انخفاض هرمون الذكورة. فلو احنا عرفنا نشخص السبب ونعالجه هترجع العلاقة ما بينهم طبيعية والامور تبقى كويسة. فده ضعف الرغبة لدى الرجل. رقم اتنين، الاضطرابات في القذف. في طبعا انواع كتيرة جدا ممكن تحصل من اختلالات القذف، زي القذف السريع جدا او تاخر القذف او القذف الجاف او القذف المرتجع او نزول دم اثناء القذف. ساعات السائل المنوي وهو نازل ينزل معاه دم. ففي انواع كتيره قوي من اضطرابات القذف، والعلاج بتاعها بيبقى في المقام الاول برضو علاج السبب. بيبقى في اسباب واضحه للموضوع ده، يا اما في سلوك الرجل او ادويه هو بياخدها او مرض بيعاني منه زي مرض السكر او خلل هرموني او حاجه من الحاجات دي. تشخيصها بيعوز يعني صعب شويه على غير المتخصص، بيعوز كشف طبي كويس، بيعوز اسسمنت او تقييم كويس للمريض عشان نوصل للسبب ونعالجه ونحل المشكله بشكل جذري. نيجي بقى للموضوع الاساسي بتاع كلامنا النهارده وهو ضعف الانتصاب. تعريف ضعف الانتصاب هو عدم قدره الرجل على احداث الانتصاب من اساسه او ان هو يستمر لمده كافيه لعلاقه مرضيه بين الطرفين، يعني ما بيحصلش خالص او بيحصل ولكن لمده صغيره غير كافية لإرضاء الطرفين. فدي الخطوط العريضة والتعريفات العريضة يعني للاضطرابات الجنسية لدى الرجل.